تونس بلادنا اللي تحتضن الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار اللي انطلقت أشغاله البارح في الضاحية الشمالية بالعاصمة في قمرت. شعار الدورة تونس حيث تلتقي الاستدامة بالفرص. هذا نعم. المنتدى ينظم ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس. وبما أنه الإشراف لوزارة الاقتصاد والتخطيط وبما أنه سيدة الاقتصاد والتخطيط السيدة الوزيرة افتتحت البارحة فعاليات هذا المنتدى، اليوم ضيفتنا السيدة فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط. صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالإذاعة الوطنية. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أنا فرحانة برشا خاطر قالت لي اللي هي من أحباء الإذاعة الوطنية ومن أوفيائها. عاد كان حبيت. وكعلاش اليوم هي ضيفتنا الأولى؟ البارح السيدة الوزيرة كنت ألقيت كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات وأشغال هذا المنتدى، وفي الكلمة متاعك كنت ركزت على أهمية تونس والمناخ الاستثماري في تونس، وكنت قلت اللي نحن مازلنا سوق واعدة. حول هذه الكلمة وحول اليوم الأول ناخذ من عندك بعض التفاصيل. نعم. يوم بلادنا ومناخ الاستثمار. يعطيك الصحة مدام نبيلة، شكرا لك على الاستضافة، شكرا الإذاعة الوطنية اللي ديما سباقة في متابعة الندوات الهامة خاصة في الاقتصاد. سيدة الوزيرة الإذاعة الوطنية ديما سباقة له. نعرف. وكعليش هي من أحباء الإذاعة الوطنية. تونس وجهة استثمارية. تونس ديما تبقى وجهة استثمارية محبذة للمستثمر الأجنبي. علاش؟ اولا احنا مش جديد علينا الاستثمار، احنا من السبعينات، من اوائل السبعينات ومن اوائل الدول العربيه اللي حطت قوانين لجذب الاستثمار من عام 72، وبدينا في عده ميادين احنا سباقين فيهم، النسيج، القطع الميكانيك الى اخره. ولكن وقت اللي قلنا راهي تونس ما زالت وجهه استثماريه، ما زالت على خاطر تعديت، صحيح تعديت تونس في فتره ما ببعض الاضطرابات السياسية الاجتماعية، صحيح تأثر على الاستثمار وتأثر على الاقتصاد، هذا واقع. ولكن الآن منذ سنة 2021 احنا قاعدين نخدمه مجددا باش نرجعوا ثقة المستثمر مجددا. أول حاجة تونس نجحت باش ترجع الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإحنا في الاقتصاد أول حاجة باش الاقتصاد يرجع يشتغل كما ينبغي، أول حاجة مهمة هي الاستقرار. ونجحنا والحمد لله في الاستقرار الاجتماعي السياسي أيضا. توا ما علينا كان نخدمه. تونس وجهة محببة، أنا معناها ديما نقول زرت العديد من الدول في الفترة الأخيرة، وكل مرة نمشي نقابل العديد من المستثمرين عرب آسيويين أوروبيين، وعملنا روتشو متاعنا في أوروبا، وكل مرة نقابل المستثمرين ما يحكيوا لي كان على الفرص الموجودة في تونس، يحبوا تونس كثير جدا، برشا برشا يحبوها، ويسألونا شنو قاعدين تعملوا. صحيح ثم شوية عقبات، شوية احنا قاعدين نخدم عليهم والدولة التونسية قاعدة تخدم عليهم، وبقدرة ربي فما كان خير. أكيد تونس تتحب، أولا موقعنا الاستراتيجي. نعم. ثم مناخنا. نعم. ثم قربنا من أوروبا، ثم نحن بوابة نحو إفريقيا، ثم جمال تونس وكل الكفاءات اللي فيها تخلي المستثمرين يقبلوا عليها. والحكومة اليوم تسعى انها تعمل مجموعة من الاصلاحات لمزيد، اولا تشجيع الاستثمارات، ثانيا لتوفير المناخ المناسب لكل المستثمرين. شنو ابرز الاصلاحات اللي عملناها في هذا المجال؟ صحيح، هو ساعة نبدأ أهم شنو أهم النقاط اللي هي تعطل نوعا ما جذب المستثمر. أرى كي نقوله جذب المستثمر، المستثمر التونسي في بش يستثمر في بلاده، وإلا المستثمر الأجنبي بش يستثمر في تونس على حد سواء. مناخ الاستثمار، احنا عملنا استراتيجية منذ سنة 2022 انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، فيها نقاط معينة مهمة باش نبرز، باش نعطيك بعض من النقاط. ساعة
ثم شويه مشاكل على مستوى الاداره، معناها نوعا ما تعطيل، بطء اداري، هذاك من نجم تجاوزوه كان عن طريق رقمنه الاداره. دونك ان احنا قاعدين نخدموا على مستوى رقمنه الخدمات الاداريه الموجهه للمستثمرين، فيها مجموعه من النقاط. فيها اولا توحيد مسار المستثمر عبر الانطلاق في منظومه نحضروا في البوابه الوطنيه للمستثمر، التي ستجمع جميع الخدمات المتعلقة بالدورة الحياتية للشركة، يعني سيكل دو في دو لونتربريز سميناه. ثم حاجات كملت. يعني سيدة الوزيرة، البوابة هذه هي قاعدة معطيات ولا شنية؟ لا، هذه بوابة معناها المستثمر وهو في بلاسته مهما كان في تونس ولا خارج تونس، أي، ينجم يدخل عليها ويبدأ يخلق المؤسسة متاعه، يبدأ يشوف الفرص الاستثمارية، يشوف كان حب قطعة أرض باش يشريها، كل شيء ينجم يعمله، وهو رخصة بناء، رخص الكهرباء والغاز إلى آخره. البوابة حبيب هي كما اسمها، هي الباب الكبير نحو تونس، يعني عن بعد، عن طريق الانترنت، اي انسان في اي مكان من العالم عن طريق البورتاي هذه البوابه يلقى كل المعلومات، كل التفاصيل، كل الخدمات، كل القوانين، مش يجي هنا وهو عنده ديجا فكره شامله وفيها كل المعطيات حول قوانيننا، حول الخدمات الاداريه، شنو يلزمه يعمل، ينجم يقتني ويعمل مشروعه عن بعد، ومن بعد يجي الارض الواقع مش ينجم. يبدا في الاجراءات. نحن عندنا التكوين القانوني للمؤسسات حاضر، سي معناها التكوين، تنجم التكوين القانوني للمؤسسه مرقمن 100%. عندنا البحث عن فرص الاستثمار من خلال وضع جميع المعطيات حول الوجهه الاستثماريه التونسيه، معناها الرصيد العقاري المخصص للاستثمار، الميزات التفاضلية لتونس، رصد الكفاءات إلى آخره، هذا الكل مرقما. فما إجراء ثاني قريب يحضر، اللي نحكي فيهم الإجراءات راهم كي نقول احنا تحسين مناخ الاستثمار راهو بالتنسيق مع كافة الوزارات، راهو مش وحدنا في وزارة الاقتصاد، الوزارات الكل نخدم على مناخ الاستثمار. سمح 2023-2025 تكمل 2025، يعني قراب نحن علاش النتائج باش تبدا تظهر من نص العام هذا، باش تبدا تظهر النتائج للمستعمل. عندك يتم، هذا مهم جدا، سيتم اطلاق بوابه اعمار الرقميه للحصول على رخص البناء اسمها اي كونستراكشن، باش تبدا تخدم في جويليا 2024 على 5 بلديات نموذجيه، وبعد سيتم تعميمها حتى المنتصف 2025. مواصله تعميم رقمنه الخدمات المتعلقه بالملكية العقارية، سيتم كذلك إطلاق النسخة الجديدة لمنظومة الشراءات العمومية على الخط تونيبس خلال الأسابيع المقبلة. كذلك سيتم إعداد قاعدة بيانات على الخط للبحث على الأراضي المخصصة للاستثمار، هذا مهم جدا على خاطر توا ظهر شان مشاكل قاعدة تصير بالنسبة للمستثمر اللي يجي وما يلقاش الأرض اللي يحب عليها، وإلا يجي يقتني أرض وبعديك ما ينجمش يتحصل على رخص البناء على خاطرها مش مجهزة ولا على خاطرها ولا. دونك نحن هذه بلاتفورم باش تبدا ثم الاراضي الموجوده، كوسوا معناتها خاص عموميه والا خاصه، وينجم يقتني يشوف شنو الارض اللي تناسبه ويقتنيها، وهو هذا مرقمن. على مستوى تكريس مبدا حريه الاستثمار ومقاومه الاقتصاد الريع، هذا سيد رئيس الجمهورية نادع في العديد من المرات إلى مقاومة اقتصاد الريع. أولا ثم نقطة مهمة هي مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية. خدمنا على تروالو، ثلاثة مجموعات، زوز مجموعات نتاع رخص تنحى وكملت سي باش يقع، قاعدين نبدلوا فيهم بكراسات شروط مبسطة، والقائمة الأخيرة اللي هي 33 رخصة تفهمنا عليها مع مختلف الوزارات المعنية وباش تخرج قريبا إن شاء الله. مهم ياسر باش نحكيه زادة على تبسيط كراسات الشروط، هذا بدينا في العمل فيه في وزارة الاقتصاد بالتعاون مع كافة الوزراء المعنية، سيتم تبسيط ورقمنة 167 كراس شروط، وهذا مهم جدا على خاطر تعرفوا اللي من الحاجات اللي تعطل هي كراس الشروط اللي معناها معقدة وإلا ما هيش أكسيسيبل. هو الحقيقة التشريعات نتاعنا في معظمها يلزمها إعادة نظر، لأن نحن كنا رائدين في التشريع في المجلات نتاعنا في كراسة الشروط،
لكن مع الوقت ما تمش تحيينها. صحيح صحيح. وسيد رئيس الجمهورية يدعو إلى ثورة تشريعية لازم ويشجع فينا باش نسهلوا ونعيدوا النظر. وكلامك صحيح 100%، وذاك فاش قاعدين نخدموا. نقطة أخيرة بربي، نقطة أخيرة هي تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. يسمعوا فينا الشركات ويعرفوا اللي من أكثر الصعوبات اللي يواجهوها هي على مستوى التمويل. رانا عندنا الصندوق التونسي للاستثمار، هو مؤسسة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتم إنشاء خط تمويل اسمه ميزانين فيه بقيمة 50 مليون دينار لإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا في إطار اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. نعم، نجيو اليوم وتموقع بلادنا في الخارطة العالمية. العالم قاعد يتبدل، قاعد يتغير. اليوم الاستراتيجيات نتاع الدول كل تبدلت، حروب في بعض الأماكن، أزمات اقتصادية، سوق الصين اللي قاعد يتقدم، أمريكا والأزمات، وهذا الكل تموقعنا في هذه الخارطة العالمية الجديدة. صحيح. صحيح، منذ أزمة كوفيد وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية بدأ ثم إعادة نظر في الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وفما فرص جديدة بالنسبة لتونس. نحن نسعى كونا نستغل هالفرص هذه في النطاق على المجال المدى القريب جدا والمتوسط. كيفاش هذا؟ اولا نحب نقول حاجه مهمه، اللي تونس كيف ما كنت تفضلت سيادتك وقلت، بحكم موقعها وبحكم الخدمه اللي خدموا فيها، تونس ثريه بالكفاءات. تونس عندها تجربه كبيره، كنا من اوائل السبعينات، يعني تونس سباقه في الاندستري، معناتها في الصناعات. في الصناعات هذا راهو هذا مكسب كبير برشا، معناتها خبره طويله وعندنا مؤسسات قديمه وخبرتها طويله برشا. ثانيا تونس قاعده تصحح في اتفاقيات، عندنا الاتفاقيات مع اوروبا وصححنا اتفاقيات زادة مع افريقيا، عندنا الكوميزا صح عام 2018، وعندنا زليكا زادة اتفاقيه شامله مع البلدان الافريقيه. تونس منفتحة على افريقيا ومنفتحة على اوروبا، هذا مهم جدا نقول لك علاش. وثانيا ثم اتفاقيات بيلاتيرال، معناتها بين ثنائيه، شكرا، ثنائيه قاعدين نخدموا عليهم وقاعدين نجدوا زاده في اتفاقياتنا. اتفاقيات القديمه قاعدين نجدوا فيها، علاش؟ باش نستحفظوا على اللي زاتو وش نقعدوا نحن سباقين في جذب الاستثمار والفرص الاقتصاديه لتونس. هذا مهم جدا، هذا نخدموا عليه باش نجبدوا المستثمرين الاخرين، يعني العرب الاسيويين. علاش؟ على خاطر انا كنت في عملنا روتشو في البلدان الاوروبيه الكل، وزرت البلدان العربيه وزرت زاد البلدان الاسيويه، كنت في كوريا، وكلهم يعرفوا اللي تونس بوابه لافريقيا بحكم وقريبة لأوروبا، بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم الخبرة بتاعها، وبحكم معناتها الرصيد البشري اللي عندنا. ما عندنا كان الباهي في تونس، ما عندنا كان الباهي، عندنا شوية إجراءات معطلة قاعدين نخدموا عليها، وبقدرة ربي بدينا. ما عندنا كان الباهي في تونس، هو هذه نقولوه ونحن فخورين، بتكون فخر واعتزاز. لكن كما أي بلاد فما عوامل داخلية وخارجية تأثر علينا. اليوم الصعوبات اللي نحن نعيشوها مش نكونوا زادة صرحاء مع رواحنا، حكيت قبيلة على الجانب الرقمي ورقمنة الإدارة، حكيت زادة على التشريعات ويلزم أن نخليوها تواكب التغيرات العالمية، نحكي زادة اليوم على التغيرات المناخية، نحكي اليوم على الذكاء الاصطناعي اللي يلزمنا نستغلوه. وأنا نحب لهنا نسألك على قطاع من القطاعات اللي نتمنى كتونسية يتم الاستثمار فيه أكثر، اللي هو الفلاحة. احنا بلاد فيها يعني المناخ نتاعها يساعد والفلاحه تنجم تكون متطوره اكثر، علاش نمشيو ديما للصناعه وللخدمات؟ حتى الفلاحه فيها خدمه كبيره قاعده تصير، فيها خدمه كبيره معناها السيد وزير الفلاحه ووزاره الفلاحه بصفه عامه عندها استراتيجيات قاعده تخدم، وخاصه قاعدين يخدموا على الشح المائي. عندنا تعرفوا اللي عندنا مشاكل التغيرات المناخيه، كل كيف ما تفضلت سيادتك وقلت، التغيرات المناخيه في تونس اثرت على فلاحتنا شويه واثرت على زاد المياه نتاعنا. دونك احنا ثم تصور احنا قاعدين في تونس رانا متقدمين في
مجابهة التغيرات المناخية ومجابهة الشح المائي. وكمشيت في الانوال ميتينج الملتقى السنوي للبنك الدولي في واشنطن، خذي هناك مثال تونس في التقدم في مجابهة الشح المائي، وقدمت أنا على شنو المشاريع متاعنا اللي قمنا بها وقاعدين نقوم بها. عندنا استراتيجية ماء ل2050، رأوا احنا من البلدان المتقدمة في مجابهة الشح المائي. معنا استثمارات في مجال الفلاحة، نسبة الاستثمارات الفلاحية في تونس مش قليلة فغفور للصناعة والخدمات والأدوية أبداً. احنا الفلاحة راهي قطاع ركيزة من ركائز أبداً. بسي جليل بعد فينا الأرقام العوامل الداخليه والخارجيه اللي تنجم تاثر على مناخ الاستثمار في بلادنا. العوامل الكبيره هي التغيرات المناخيه، ونحن رانا في تونس كيف رانا قاعدين نخدموا في خدمه كبيره على الانتقال الطاقي. هاكم تشوفوا ثم اتفاقيات كبيره قاعده تتصحح في الهيدروجين الاخضر في الطاقه الشمسيه، ورانا عندنا ميجا بروجي، عندنا مشروع ضخم جدا هو مشروع الخط الكابل، معناتها الخط اللي يربط بين تونس وإيطاليا، وهذا باش تقع فيه التبادل إنتاج الطاقي. معناتها تونس باش تنتج الطاقة وتنجم تصدر وتنجم تورد، معناها نصدروا وقت اللي نبدأ في الفترة في الشتاء وقت ما نستحقوش برشا، ونوردوا في الصيف وقت نستحقوا أكثر طاقة. وهذا بالتشجيع في نطاق البي بي بي، يعني شراكة خاصة عام لتشجيع الاستثمارات الخارجية في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإلا في الطاقات المتجددة. هذا مشروع كبير برشا تونس تخدم عليه، راهو باش نكونوا سباقين في الانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا مهم ياسر في تونس باش يخلينا ناخذوا لافونس، معناتها باش نكونوا متقدمين بالنسبة لبعض الدول اللي مازالت ما حطتش استراتيجيات نتاعها. لو كنا احنا حطينا استراتيجيات نتاعنا عندنا مدة، وهذا راهو ممكن ما تشوفوش النتائج في صحفيسة على خاطر النتائج تتعطاه في المدى المتوسط. راهو في الإجراءات الاقتصادية ما ثماش إجراء ناخذ طوى باش ياخذ في صحفيسة يعطي طوى. راهو قاعدة ثم في تونس خدمة كبيرة بالكدا برشا برشا، الإجراءات النتائج نتاعها باش تبداو تشوفوا فيها عامين أخرين، عام ونص، عامين، 3 سنين أخرين باش تبدأ تتبدل. حاجة أخرى في نطاق أخرى سألتني على الخارجي والداخلي، حكيت لك شوية على الداخلي ونحكيو شوية على الخارجي اللي هي الحروب. تعدت علينا الأزمات، سمحني، أزمة الكوفيد وأزمة أوكرانيا روسيا، هذه ما كانتش سهلة، وتونس أثبتت صمود غير عادي. يدور يسألوا فينا كيفاش تعملت تونس رغم اللي عندكم أزمة من 2011 ل 2020 قبل ما يجي الكوفيد، كانت عندكم أزمة اقتصادية، كيفاش قاعدين تتحسنوا؟ ما انت حتى ثم راهي قاعدين ينشروا حتى على المدى على المستوى الأكاديمي قاعدين يتنشر ماخذين تونس كيف ما اتود دو كان نقولوا احنا، وقاعدين نشوفوا شنو هالصمود من جاي. هالصمود هذا جاي من حاجتين، اولا التنوع الاقتصادي، عندنا نسيج اقتصادي متنوع يخلينا كي تيح مثلا في ازمه كوفيد نلقى حاجه اخرى، باش تلقى حاجه اخرى. دونك هذاك خلينا ما حتيناش كيف نقول المثل تو لي زو دون ان باني، ما حتيناش عظمنا الكل في باني واحد، كي يتكسر يتكسر الكل، لا خدمنا على الديفيرسيفيكاسيون، وهذه من اهم قاعده في الاقتصاد وفي لا ديفيرسيفيكاسيون، معناتها التنويع مهم جدا. هذا واحد. اثنين الانفتاح نتاعنا، خلينا ديما نجم نجيبه، معناها تونس ديما منفتحه، ما نخدموش مع جهه معينه ولا لا، منفتحين على الناس الكل. ثالثا السياسات الاقتصاديه اللي توخيناها في السنوات الاخيره، سياساتنا الاقتصاديه اثبتت بالارقام اللي احنا نجحنا وقاعدين ننجحوا. نسبه التضخم اللي عندنا توا راهي للشهر الاخراني افريل عندنا 7.2 نسبه التضخم، ومازلنا قاعدين باش نخلطوا الاخر العام 6.8 نسبه التضخم، قاعدين ننجحوا في 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 السياسه في السياسه نتاعنا البوليتيك مونيتير، معناتها السياسه الماليه نقدية. شكرا. عندك اثنين زادة قاعدين ننجحوا في الضغط على الميزان التجاري، معناها ديفيسيت كوميرسيال، بالاستراتيجيات اللي حطتها تونس وقاعدة تنجح فيها، معناتها والحمد لله قاعدين ننجحوا. إذا كان قاعدين أوميتريز، معناتها المؤشرات الاقتصادية اللي قاعدين تتحسن وقاعدين نشوفوا فيها، راهنا ثقة المستثمر باش ترجع التونسي والأجنبي، وهذا اش قاعد يصير. رانا نتلقى في طلبات
عديدة جدا جدا في المستثمرين الأجانب اللي يحبوا يجيوا يستثمروا في تونس، والحمد لله. من الاختيار صعب بما أنه الطلبات عديدة وعديدة جدا. مرحبا بنا. على شلون نرتكزوا مش نختاروا؟ حسب ليزورونتاسيون، حسب الاتجاهات السياسية لتونس. احنا موجهين السياسة الاقتصادية متاعنا للاستثمار في القيمة المضافة العالية وذات جودة والتي ترتكز على التكنولوجيا وعلى المعرفة. يعني هنا نقولوا قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، صناعة الأدوية، الطاقات المتجددة. بالضبط. شركة ناشئة بالطبيعة اللي ركزوا عليها، لأن بالزبط. هي المستقبل اليوم. بالضبط. ذكاء المستقبل الاصطناعي. وذكاء الاصطناعي علاش ليه؟ قلنا التكنولوجيا معناتها التيك بصفة عامة. هذاك نحن راو احنا متقدمين فيه تونس، راي الجامعات التونسية بدات تقري في الذكاء في الديجي في الرقمنة من عام 2009. توا ثم شكون يقول رانا من عام 2009 دخلناها في الجامعة التونسية. وانت سيادتك أساسا أستاذة جامعية. والآن وزيرة، كنا سعداء جدا أنك ضيفتنا الأولى في المنتدى في يومه الثاني. اليوم شنو البرنامج سيدة الوزيرة؟ نخلي البرنامج يعطيه سجلات باش ما ناخذش الكلمة وياخذ هو معايا. اللي يكون ضيفنا الثاني. شكرا جزيلا للسيدة وزيرة الاقتصاد نبيلة. فريد الوحيد تفضل. نرجع لك بعد شوية نبيلة نكمل. أي نجم حتى تسمعنا غنية. أولا شكرا للسيدة الوزيرة على كل المعطيات اللي قدمتها، وإن شاء الله المنتدى هذا يحقق أهدافه. أسمع. إن شاء الله حبيب. علاش توضع سيدة الوزيرة تنفيذ أهداف. أعود إليك يا حبيب. سامية نعم تسمع فيها؟ طبعا. أنت مش سمعنا أغنية؟ هاو باش نسمعك بعد شوية. سيدة الوزيرة قالت لك أنا كيفك، راني نحب عبد الحليم حافظ. هاي تصرف، اخترنا على ذوقك. نحن نعود بعد لحظات لنواصل مواكبة فعاليات منتدى تونس للاستثمار في دورته 21. إلى اللقاء بعد قليل.